السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اعزائي وابنائي وبناتي الطلاب والطالبات من كل مكان ندرس اليوم موضوع البحث العلمي وحل المشكلات من وحدة دراسات ومشروعات حاسوبية لمنهج حاسب ثلاثة في الحلقات الماضية تكلمنا عن نمطين من انماط التعلم وهما نمط التعلم من خلال المشروعات ونمط التعلم من خلال البحث والاستقصاء البحث والاستقصاء يخلص وينتج عنه دراسة وبحث. اما التعلم من خلال المشروعات فينتج عنه مشروع تطبيقي قابل لتقييم مستوى الجودة والبيع والتصنيع إلى آخره. طيب هذا العنوان البحث العلمي وحل المشكلات هذه جزئية وهذه جزئية. وش هو القصد منه؟ هل هو نمط ثالث من أنماط التعلم أم شيء آخر؟ حقيقة سجل أمام هذه النقطة إيضاح فني وليس مطلوب منك أبدا أنك تحفظه ولكن فقط لمعرفة هذا وش هو بالضبط اللي احنا جالسين نتكلم عنه كعنوان هما عبارة سجل في هذه المنطقة هما عبارة عن منهجيتان لتنفيذ عملية التعلم في نطاق عدة إجراءات تنتهي بحدوث المعرفة يعني وش هذا الكلام؟ هذه منهجية وهذه منهجية في داخلهم إجراءات تتبع هذه الاجراءات اذا اتبعتها يحصل التعلم من خلال المشروعات او يحصل التعلم من خلال البحث العلمي والاستقصاء. هم الخطوات الاجرائيه اللي تتبعهم علشان يحدث التعلم، تحدث المعرفه. طيب وممكن ايضا نحدد هذا العباره اللي هنا موجوده في البدايه ان عند اعداد دراسه او بحث في البحث والاستقصاء أو تنفيذ مشروع في التعلم بواسطة المشاريع لابد من اتباع واحدة من هذه المنهجيتين في تنفيذ العمل علشان توصل إلى اللي انت في النهاية من هذه البحث والدراسة أو المشروع طيب نبدأ بالبحث العلمي أو الكريتيكال ثينكينج أو التفكير العلمي يفضل أنك تسميه التفكير العلمي أو التفكير النقدي طيب وش القصد منه هذا؟ هو أسلوب منظم يتبع خطوات وإجراءات محددة سعيا وراء المعرفة، وتستخدم منهجية البحث العلمي عادة من أجل بناء المعرفة في مجال العلوم والمنطق. يمتاز التفكير العلمي بالسمات التالية، لاحظ حتى الكتاب أيضا أسماه التفكير العلمي أو التفكير النقدي. Critical thinking. أنه يعتمد على الوقائع والحقائق ودقة الملاحظة. اثنين وهذه مهمة جدا يتجرد فيه الإنسان من الخضوع لميوله وعواطفه وأهواءه وأيضا نضيف عليها دينه ومذهبه. ليش؟ لأن أنت مثلا الآن مسلم زين لو رأيت أن أحد العلماء في أثناء وضعه للنظرية ودراسته للنظرية مال إلى دينه ومذهبه وهو من دين آخر بتلاحظ أن هذا البحث وهذه الدراسة بحث ضعيف جدا ولا يؤخذ به فإذا لابد من الإنسان أن يقوي البحث حقه من خلال التجرد من هذه الأمور وفقط اتباع المنهجية العلمية للباحث والدراسة ينظر الباحث ثلاثة إلى الأمر من جميع نواحيه ويدرس كافة احتمالاته المؤثرات الخارجية المؤثرات الداخلية إلى آخره من هذه النقاط التفصيلية أربعة يرفض الباحث كل رأي لا يقدم دليل أو برهان يفند هذه الأمور ويحذفها ويعتبرها أمور عقلية فلسفية مثلا ولا يعمل بها لا تؤثر في دراسته هذا الكريتيكال ثينكينج أو البحث العلمي يمر بعدة مراحل لخصها الكتاب في هذا الرسم زين نأخذ هذه النقاط بتفصيل قليل وليس كثير لأنها فيها حشو أولا الشعور بالمشكلة واستكشافها ثانيا تحديد المشكلة ثالثا وضع الفرضية أربعة اختبار الفرضية خمسة تكوين المعرفة نأخذ أول نقطة وهي أول مرحلة الشعور بالمشكلة واستكشافها وهنا موجود إذا تكونت عند الباحث أو الطالب هذا الشعور فإنه يدفعه نحو الرغبة في الوصول لحل المشكلة أيضا تحديد المشكلة يجب أن يكون هذا التحديد مبني على الملاحظه العلميه ان تحدد المشكله يعني ان تصفها بصوره دقيقه بما يسمى بالملاحظه العلميه ان تستخدم منهج علمي في الملاحظه العلميه هذه الملاحظه العلميه يجب ان تتمتع بمجموعه من الصفات هي الدقه والوضوح والموضوعيه في وصف المشكله الفرضيه ان تضع افكار واقتراحات هي عبارة عن تفسير مؤقت لموضوع البحث اذا ثبتت هذه الافكار في النهاية الفرضيات تتحول الى قانون او نظرية باذن الله تعالى اذا استخدمت هذه المنهجية اختبار الفرضية هذا يتم بهدف تحقيق الفرضيات عن طريق الادلة والبراهين باستخدام النظريات المثبتة سابقا مثل البرهان الرياضي او المنطقي او الملاحظة والتجربة فاذا كانت هذه الفرضيات تحقق الادله والبراهين السابقه والنظريات السابقه اللي هي هذه فيمكن المرور بها الى النقطه التاليه والا فيمكن لنتيجه هذه المرحله ان تكون خاطئه ولذلك لابد من العوده للوراء للفرضيات الاخرى اللي يتم اختبارها او تضع فرضيات جديده وتختبرها من جديد باستخدام الادله والبراهين السابقه او انك انت تلاحظ وتجرب بنفسك، ومن هنا كان اسمه التفكير النقدي. تكوين المعرفه في هذه المرحله يتم وضع النظريات والقوانين المبنيه على ما ثبت من الفرضيات، وهو هدف البحث والتفكير العلمي، وهنا ايضا يركز على جانب الاستقراء، الاستقراء هو ماذا؟ هو أيضا طريقة أخرى لنقد النظرية أنك تمسك نظرية معينة أو نظرياتك هي نفسها وتلاحظ أجزاءها استقراء هو ملاحظة أجزاء النظرية هذه وتجرب على أجزائها وأقسامها حتى تستنبط القواعد العامة ومن خلاله تبرهن على صحة الاستقراء نتائج الاستقراء هذا للتأكد من صحة النظرية إذا لابد من عمل استقراء في النهاية لكي تثبت صحة النظرية ننتقل إلى موضوع حل المشكلات وهو أيضا نفس الشيء منهجية أيضا علمية أخرى للوصول بالطالب أو الباحث إلى حصول وحدوث المعرفة فإما يصل إلى البحث والدراسة أو يصل إلى المشروع نحدد على مراحلة، مراحل منهجية حل المشكلات استكشاف المشكلة وتحديدها وضع البدائل والحلول تقييم البدائل والحلول هذه مثل تقييم الفرضيات فتقيم البدائل لهذه الحلول ومن ثم تنفذ الحل المختار فإذا كان مناسب تبني عليه المعرفة وإذا كان غير مناسب فتعود لتقييم بدائل الحلول المختلفة تعرف عملية حل المشكلات بأنها أسلوب تفكير مركب ومنظم يتبع مراحل وخطوات محددة تهدف إلى الوصول إلى أفضل الحلول والأفكار لمشكلة ما وعادة ما تستخدم هذه منهجية حل المشكلات في المجالات التطبيقية طيب نجي إلى تفصال المراحل هذه استكشاف المشكلة وتحديدها وضع البدائل للحلول تقييم بدائل الحلول واختيار المناسب منها تنفيذ الحل المختار بناء المعرفة على الحل هنا في مقارنة ما بين المنهجيتين منهجية البحث أو التفكير العلمي ومنهجية حل المشكلات ننتهي بوجود مثال تطبيقي لاستخدام حل المشكلة ووجود حلول مقترحة لتحسين المبيعات حلول مقترحة لتخفيض التكلفة فإن كان ولابد يفضل قراءة هذا المثال انتهينا من درس اليوم بكره ان شاء الله راح يكون فيه عنوان جديد واخير لهذه الوحده النظريه وهو التخطيط للمشروع والدراسه